طبعا اليوم خرجت مظاهرة في مدينة الباب من جميع الأهالي من أهالي المدينة والقاطنين فيها من جميع المحافظات السورية، حية الصمود للمجاهدين على الجبهات خاصة في معركة النعمان وريفها، وأيضا دعت إلى تفعيل الجبهات والزخ والدخول الفصائل بكامل قواهم في هذه المعركة من أجل صد العدوان الروسي والإيراني عن طريق أو تحت مسمى نظام بشار الأسد. طبعا حيينا بهاي المظاهرة الأبطال الأشاوس اللي موجودين على الجبهات، وطالبنا الضامن التركي والضامن، طبعا الروسي مو ضامن وضحكوا علينا وسموه ضامن، هو مو ضامن، لكن نطالب الضامن التركي اللي وضع حاله بهذا الأمر بأنه يقوم بمهامه وواجباته. الشعب السوري ما بيموت، الشعب السوري ما بيموت، اسكفك يا مظلوم، اسكفك يا مظلوم. عن غصن الزيتون وخذلاننا لأهلنا بيده، هو خذلان لأنفسنا، لازم كلياتنا ندافع عن بلدنا.